حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وزارة الدفاع عقد يشترون 12 طيارة، الطيارة الواحدة سعرها 975,000 دولار. $1,000 بيش اشتروها؟ ب 13 مليون دولار. يعني عقد قيمته 11 مليون دولار وشوية، دفعنا كمسيون رشوة، يعني سرقونا. هؤلاء 144 مليون دولار. زمن حكومة الأبطال، ما عندك نزاهة تشتغل صحيح، نزاهة تشتغل على الفقراء، ما تشتغل على الديناصورات. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نتحدث اليوم عن الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، وهي 100 يوم فقط على عمر هذا البرلمان. طبعا أثار كثير من الجدل وكان حافل بالخلافات والانقسامات طيلة الأربع سنوات الماضية. 100 يوم غير مرجح لها أن تشهد جلسات بنصاب كامل، هذه يعني كما اعتدنا كل أربع سنوات أنه لا يتم النصاب الكامل. النواب متفرغون إلى حملاتهم الانتخابية المبكرة رغم وجود أكثر من 40 قانون المفترض أنه يتم التصويت على هذه القوانين، فضلا عن قائمة استجوابات طويلة لوزراء ومسؤولين بارزين في الدولة بتهم الفساد وبتهم التقصير. طبعا تتحدث مصادر سياسية في داخل البرلمان وفي داخل الحكومة عن وجود ما تصفه بصفقات تقف وراء تعطيل عملية حسم عدد من الاستجوابات التي كان مقررا أن تجري بحق وزراء ومسؤولين في هذه الحكومة، فضلا عن تقديم مقترحات قوانين جديدة تندرج ضمن الحملات الدعائية للنواب كقانون إنصاف الفلاحين وقانون رعاية الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل المقدم من قبل أحد الأحزاب الإسلامية كما تشير المصادر في البرلمان. وينتظر من البرلمان إكمال استجواب 5 وزراء تم إقرار جلسات خاصة لاستجوابهم بتهم تتعلق بالفساد والتقصير الوظيفي، فضلا عن إقرار قوانين مهمة وذات تماس بحياة المواطنين من بينها قانون الأحوال المدنية وقانون لتعديل بعض فقرات الدستور الخلافية وقانون الانتخابات والموازنة العامة للدولة وقوانين أخرى كالمخدرات والتهرب الضريبي وقانون من أين لك هذا المتعلق بالفساد وقانوني حماية الآثار وحماية المستهلك. إلا أنه وفقا لمصادر داخل البرلمان تحدثت لصحيفة العرب الجديد فإنه من غير المرجح إقرار أكثر من 3 قوانين. ما هي هذه القوانين عزيزي المشاهد؟ من أصل العشرات التي ذكرنا بعض هذه القوانين، قانون الانتخابات وقانون الموازنة وقانون يتعلق بمرتبات النواب التقاعدية ووضعهم القانوني بعد انتهاء مدتهم البرلمانية حتى يحصل نفسه ويأمن نفسه من الناحية المالية ومن الناحية القانونية. إذا أضيفت طبعا فقرة تخير البرلماني بين تمتعه بمرتب تقاعدي مدى الحياة أو العودة لأي وزارة أو مؤسسة حكومية يختارها في حال انقضاء صفته كعضو في البرلمان. طبعا في هذا الإطار عضو في مجلس النواب تحدث أنه كان مقررا أن يستجوب البرلمان خلال الأسابيع الماضية وزراء ومسؤولين عدة كوزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير التربية محمد إقبال ووزير الزراعة فلاح زيدان ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم. هذا النائب في البرلمان أوضح أن كتل الوزراء والمسؤولين المستجوبين لوحت بالانسحاب من جلسات البرلمان للإخلال بالنصاب في حال تم بالفعل تحديد مواعيد ثابتة للاستجواب
ورجح أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية من دون أن يتم إكمال الاستجوابات، وأوضح كذلك بأن عمل البرلمان الحالي يشير إلى أن الصفقات السياسية أقوى من الالتزامات الدستورية والقانونية. عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أشار إلى استمرار حالة الإخلال بنصاب البرلمان، وأوضح أن هذه الحالة سوف تتواصل إلى حين موعد الانتخابات المقبلة المقررة في 12 من مايو أيار من هذا العام. جعفر لفت في تصريح صحفي إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انشغال أغلب النواب بحملاتهم الانتخابية في محافظاتهم، فضلا عن عدم الاتفاق على القوانين المهمة، وأكد بأن مجلس النواب لن يتمكن من تحقيق النصاب للتصويت على القوانين في المرحلة المقبلة. أشار هو إلى أن كثير من النواب يحاولون تصحيح أوضاع السياسية بسبب الشعور كما يقول بعدم القدرة على تحقيق أي إنجازات خلال الفترة السابقة والفشل أمام الجماهير، ولفت إلى وجود أسباب أخرى لعدم تحقيق النصاب كالخلافات الكبيرة بشأن قانون الانتخابات المحلية والانقسام بشأن إقرار قانون الموازنة الذي تسبب بانسحاب كتل سياسية مؤثرة أثناء عرض القوانين أمام البرلمان. أما عضو البرلمان أو عضوة البرلمان هدى سجاد أبدت استغرابها من عملية الإخلال بالنصاب التي جرت 5 مرات لتعطيل التصويت بالقناعة أو عدمها على أجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي بأنها جمعت 125 توقيع لإدراج التصويت على جدول أعمال جلسة البرلمان الحالية التي بقيت مفتوحة حتى يوم السبت هذا اليوم. طبعا المفروض أنه تبقى مفتوحة جلسة لغاية هذا اليوم. النائبة سجاد لفتت إلى أن البرلمان ماطل في حسم مسألة وزير الاتصالات الذي استجوب في العام الماضي، وأكدت بأن رئاسة البرلمان وعدت بعدم ربط التصويت على أجوبة الوزير باستجوابات أخرى. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، يعني عشرات القوانين التي مفترض من البرلمان أن يصوت عليها، اليوم هو فقط يصوت على 3 اللي هي تصف في صالحة: الموازنة العامة والقانون الانتخابات، وماذا مصير البرلماني بعد انتهاء مدته، يا أما يأخذ تقاعد طول حياته يا أما يأخذ له منصب في وزارة أخرى أو في مؤسسة حكومية بعد انتهاء فترته البرلمانية. أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاي القناة العظيمة والعاملين بها. بالنسبة إلى البرلمانيين وشغلهم هسه، شغلهم هسه يعني مضمن بس إنهم يفترون بالمحافظات وحتى يجددون انتخاباتهم، وأما داخل البرلمان ما عندهم اي رغبه واي شيء بتحقيق اي وزير، لانه هم ما يهمهم هسه الوزير اللي يحققون وياه او فيهم مصلحتهم، ويهمهم انه لازم يعيدون الكره مره ثانيه. لكن انا اقول الشعب اذا وعى شعب واجا له هذا البرلماني يقشمر بطانيه او فلوس او ماده غذائيه او اي شيء، يعني هل الشعب العراقي هيك ما معقله؟ هل ما هو عاض شويه؟ ما تعرف من هال 17 سنه صارنا في انتفاض، في ذله، في اهانه من هالوجوه العكره اللي اجت حتى بابات مال ايران وامريكا واسرائيل. المفروض توعيه تصير، توعيه الشعب يطلع يناضل، مو بس يهتف وانما يناضل بالسلاح. بس انا اتحدى انسان يقول ما عندي سلاح، كل بيت في سلاح، يطلعون يناضلون ويكافحون حتى يشردون حتى تروح الذره البائسه من عندنا. واما اذا ما طلعوا ولا استسلموا لهاي الحكومه راح نصير اتعس من هذه ال 17 سنه، لانه هذه العبادي
وطلعت هذول المنشاويين هذول حادين اسنانهم على هاي الحكومه وعلى اهل السن بالذات. وانا اشكرك ام ازهار كانت معنا من بغداد، شكرا لك. طبعا وزير الاتصالات حسن الراشد كما هو معروف ينتمي لميليشيا بدر، وتم استجوابه في العام الماضي بناء على طلب تقدمت به النائبة هدى سجاد. طبعا هي نائبة عن ائتلاف دولة القانون، وهذا يعني إذا دل على شيء أنه هناك يعني خلاف وخصومة ما بين الطرفين. مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقد اتهمت الوزير بالفساد، وفي السياق نفسه انتقد عضو البرلمان كاظم الصيادي بطء إجراءات الاستجواب بحق بعض الوزراء، وأكد خلال مقابلة تلفزيونية أن هيئة رئاسة البرلمان ارتكبت خطأ كبيرا حين عملت على تعطيل الاستجوابات، وأشار إلى أن بعض الاستجوابات بدأت منذ عامين وكان من الممكن أن تأخذ دورها الطبيعي، وأضاف أن الاتفاقات والصفقات السياسية هي التي حالت دون ذلك. تابع هو أطالب كل وزير أو رئيس هيئة مستقلة يستخدم أساليب التسقيط والتشهير وهو متهم أن يأتي إلى البرلمان ويدافع عن نفسه بشجاعة أمام أنظار الشعب العراقي الذي يشاهد بث جلسة البرلمان، وأكد أن تهرب الوزراء والمسؤولين من الاستجواب يمثل دليلا بات قطعيا على فشلهم، وتساءل لماذا يخشى الوزراء المستجوبون الحضور إلى البرلمان. معنا اتصال آخر، أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو رأيك بهاي الفقرة أبو عمر؟ يخير البرلماني إما يأخذ راتب تقاعدي مدى الحياة، وإما يأخذ منصب في الحكومة الجديدة إن كان يتولى وزارة أو يتولى مثلا مدير عام في وزارة معينة. والله اتصور هو واحد يعني مثل ما يقول عذرك محمد ذنب، اذا هو اخذ مدى الحياه هو سوى بالعراق؟ هو شو سوى؟ شو قدم للعراق هذول العصابات الحراميه السراق؟ شو قدموا للعراق على بود يريد راتب مدى الحياه؟ هسه مو كافي 4 سنين؟ لك انتم ما تشبعون من الحرام؟ لك والله لو ابن الحرام هم كان يشبع والله العظيم، بس ذول ابن الحرام اشرف من عندهم. كيف انت تيجي تصير مدير عام وزاره بهذا؟ هو طبعا مدير عام وزاره احسن له، احسن له. ليش؟ لانه السرقات راح تكون اكثر واكثر، الراتب التقاعد ايش قد يكون؟ 4 ملايين 5 ملايين شي بيده، هذا باليوم يخمط له خمطه واحده، هذا هاي نثريات وهاي صرفيات وغيره وغيره، باليوم يخمط له. طبعا الشهر توصل الى 40 مليون تقريبا تقاعد اذا مو اكثر، طبعا يعني شهريا اذا تقاعد 40 مليون شهريا. يعني هو قلت لك يا قاعدة غدا ماكو قاعدة غدا، هذا شيء يبوك فلوس المتقاعدين، يسرق اموال الموظفين، النثريه، شكو صرفيات اخرى يخصصون هي مخصصات للوزاره للدائره اللي هو يقودها، هاي كلها يسرقها، هاي طلعها قاعدة غدا ماكو اصلا عندهم دول الزلاطه، هاي هيش لا شيء. فشهريا 40 مليون و50 مليون هاي قليله، بس انت اسال هذول هاي العصابات اللي جت هذول الحراميه اللي جوي من 2006 لحد الان، هاي الاف القرارات والقعدات بالبرلمان، اريد اعرف في اليوم من الايام طلع واحد من عندهم قال نفذنا فلان قرار. نعم. هي هاي المشكله، فاحنا جايين نعول على الموازنه وعلى الانتخابات، الموازنه اللي ينوى بها سرقتهم. هم ما هم عندهم عجز، عندهم عجز كبير، ما عندهم سيوله نقديه، لان النفط مرهون، النفط مرهون يا ناس يا عالم، النفط مو نفطكم. نعم. انتوا قبل تطلعون في مظاهرات تصيحون نفط الشعب للشعب موت يا رجعيه، لا والله نفط الشعب للرجعيه موت يا الشعب العراقي موت تبقى تموت، لان انت بنفسك جبتهم. انت بنفسك شايل السلاح لتحمله وتدافع عنهم، زين؟ وصرت اجلكم الله كل تحمي العجل المجوسي والصهيوني والصليبي. موت اليوم، لا تقول لي والله حالات فرديه شايلين سلاح، لا انتم منكم وبيكم يا الشعب العراقي، وتعرفون اكثر شيء من يا طائفه شايل السلاح. زين ابو عمر. الطائفه الشيعيه. نعم.
أنا أشكرك أبو عمر، كان معنا من السليمانية. طبعا الموضوع الآخر ومتعلق كذلك بالبرلمان، نواب في داخل البرلمان أكدوا أن عمليات ابتزاز كبيرة يمارسها أعضاء في مجلس النواب والمجالس المحلية للحصول على وثائق دراسية بصورة غير قانونية أثناء توليهم المنصب. النواب يعني طالبوا الادعاء العام بمقاضاة كل مسؤول استغل منصبه لهذه الغاية، لا سيما وأن مجلس شورى الدولة يعتبر حصول النائب على شهادات أثناء دورته في البرلمان أو مجلس المحافظة غير قانوني. يعني معروف أنه أكثر من 100 نائب عندنا ما يحملون شهادة بكالوريوس، أكثر من 100 نائب والعشرات منهم مزورين شهادات. النوب هاي جديد أنه يريدون حصول على وثائق دراسية بصورة غير قانونية، يعني هم مزورة، هم مزورة حتى يشمل الكل. كذلك طبعا ملف الفساد، مسؤول في حكومة العبادي يقول بأن ملف الفساد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو لكبار الفاسدين. خلنا نسمع بالله هذا شنو هذا قانون العفو. أضاف إلى أن هناك عمليات فساد لأشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار، ومع ذلك تم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى. وأكد المسؤول أن هذا القانون تسبب في إشكالية خطيرة على صعيد مبدأ مكافحة الفساد في العراق، وأشار إلى أن هناك ضغوطا يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات. يعني اللي سارق 500 مليون هذا يطلع براءة، يشمل العفو. نص مليار دولار يا ناس، نص مليار دولار يتم تسقيط الدعوة عليه ويتم شموله بالعفو. كارثة والله كارثة. نعم، في رسائل واتساب حول هذا الموضوع يقول أخي، نريد حاكم عسكري وانقلاب على هذه الأحزاب الفاسدة. يقول وحق علي بن أبي طالب، ما أنتخب إذا أريد أنتخب فأنتخب يهودي أحسن من العبادي والسياسيين الفاسدين. يقول بالمناسبة أنا شيعي من البصرة، حياك الله. في رسالة أخرى يقول أخي عمر، العملاء والعمائم جميعا بدون استثناء سرقوا البلاد ودمروا العباد. أخي هؤلاء أساءوا للدين وخلقوا فتنة بين الشعب الواحد. انظر إلى اليابان والصين، أوطان بدون دين، ولكن دينهم ومرجعيتهم هو وطنهم. متى يستيقظ العراقيين ويعيدون الدين إلى الدين الصحيح وأخلاق آل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم؟ مستمرون معكم أعزائي المشاهدين في تقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو يحيى من ديالى. تفضل ابو يحيى. السلام عليكم اخ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. سلام على قناه رافدين البتله. الله يسلمك ابو يحيى. جماعه في البرلمان راح يصوتون على قانون يضمن راتب التقاعدي ويخير، يا اما ياخذ راتب تقاعدي مدى الحياه، ويا إما أنه يحصل على منصب في الحكومة الجديدة، وزير، نائب وزير، وكيل، مدير في وزارة معينة. شنو رأيك؟ طبعا والقوانين أخرى مثل التعيينات للخريجين عاطلين عن العمل والكذا والأمور الثانية ومحاسبة الفاسدين، كل هذه الأمور راح يتم التغافل عنها. والله يا عمر، هذول البرلمانيين يعني هم شيردين بعد، شيردين من العراق اللي ياخذوا مال العراق وحال العراق، شيردين يريدون يظلون مستمرين مال الشعب العراقي. عمي الشعب ياكلون شعب مال الشعب العراقي، عمي يخلي يشوفون الشعب العراقي.
الديار ما تقدر، الديار ما عنده كيلو طماطم. هو على البرلماني والله الشعب العراقي مو شعب والله لا ما يقدر ما يقدر على غيره يطبل من البرلماني. شلون طبل من كلمة مرتضى صدر سوال الحاجز؟ يعني والله هم لو يطبلون والله مو ظلم، والله الشعب العراقي مو شعب الا لين هاللحظة واحدة ويطلع هذول من العراق كل يعني او حتى هذا مو مثلهم. لان ذولا دمروا العراق. الأمر هذا حال العراق، هذا حال العراق اللي سواه شنو قاعد يقرر هذا سليم الجمهوري. الله يقدر القدر اللي يقدره سليم الجمهوري. القرارات اللي قاعد يطلع على مالنا شنو القرارات اللي طلع على فائدة اللي فائدة سنة هو سني؟ شو القرارات اللي فائدة سنة بيها؟ شنو الموضوع اللي سلامنا نايا اللي ياكل ويغنف ومرات اللي يعصر بها 100,000 دولار وصفقات كلها ياخذها ويطلع متراهي فيقرر قراري ياخذ تقاعد ويروح يصير وكيل وزير ويصير عمي برلمانيين. هذول مو رجل مو بشر، هذول مو واحد يخليهم بالعراق. نعم زين ابو يحيى، 500 مليار يعني مسؤول في حكومه حيدر العبادي يقول لك اكو سياسيين عليهم ملفات فساد تصل الى 500 مليون دولار، العفو نص مليار دولار تم العفو عنهم. اخويا استاذ عمر، اخي العزيز استاذ عمر، استاذ عمر هذول والله حرام يكون بالعراق، حرام يكون على تراب العراق يا اخي. والله دمروا العراق، والله مو هذا حال العراق. والله انا قاعد اقول لك، انا قاعد اقول يا الشعب العراقي لا تنهض، يا شعب دور، يا شعب انهض. هذا ترى يرجعكم الى 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 20 30 40 سنه 50 سنه الى وراء. يرجعكم يا شعب دور، يا شعب يظل ساكت. لان هذا 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 قرارات الحكومه هاي هاي فاشلة يا أخي. والله تدمرنا، والله واحد عنده 10 نظرات، لا عنده راتب لا عنده بيت لا عنده دعم من الحكومات. هذا سهل عفو المستلمين السلطة الشيعة. وين الشيعة؟ دحين صار فيهم بالتمرين بالتمرين يا أخي. والله ما عندهم، والله من الأستاذ واقفين من السنة يا أخي. يا ما أقول لك هذا شعار الشعب العراقي. والله انت الامانين، والله الله يرضى عليكم ان شاء الله سرطان بكم، ان شاء الله سرطان بكم. ابو يحيى من ديالى كان معنا في رسالة على الواتساب من أبو عارف من بابل، يقول ماذا قدم البرلماني لكي يكافئ لقاء ما قدمه؟ هم سجلوا أرقاما قياسية عالمية بالفساد والسرقة والتردي الصحي والتعليمي والأمني للبلد، لم يحاسبوا فاسد ولم يصححوا أي مسار خاطئ. أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات شكلوا دائما حلقة إضافية لتكملة وتشريع دور السراق عن طريق أخذهم يعني من كل صفقة كومينيشن وسرقة تتم في البلد. لذلك هم أبعد ما يكونون عن محاسبة أي فاسد ومقصر، بل هم يشرعون الفساد والدمار في البلد. في رسالة أخرى يقول أسعد الله صباحكم، تحياتي لكم وإلى قناتكم العراقية الوطنية الناطقة بالحق. البرلمان يصوت فقط على القرارات التي تصب في مصلحته وفي مصلحة الفاسدين، ولا نسمع أي صوت من المرجعية التي صوتت على الدستور ودعمت الحكومة، ولا نسمع أي قرار يصب في مصلحة الشعب، ولا نسمع ولا نرى أي موقف من الشعب من المرجعية. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك أخي العزيز وقناة الرافدين المحترمة. حياك الله أخوي العزيز. هو شنو اللي قدم البرلمان للشعب خلال 4 سنوات حتى يريد يقدمه فترة 100 يوم اللي باقية؟ شنو اللي استفاد الشعب من هالقرارات اللي أصدروها؟ وأكثر القرارات اللي أصدروها هي كانت لصالحهم ولصالح أحزابهم. يعني حتى إذا أكو جلسة مهمة ويريدون يقررون فالشيء لصالح الشعب، تلقي الأعضاء البرلمان أما قاعدين بالكافتيريا أو مسافرين للخارج هم وأوائلهم يغيرون جو. وحتى إذا أكو استجواب لأحد الوزراء راح تسبقها اتفاقيات وتقديم رشاوي ويلغي الاستجواب وأبوك الله يرحمه.
وحشاها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وكل الناس سمعت بيها وعرفت شلون قدموا له الرشوه. وبعدين يعني يخيرون البرلماني بين تقاعد 40 مليون دينار لو استلامه منصب جديد بالحكومه والدوله. ليش هو ايش خدم وايش قد خدم بالدوله؟ نعم. استاذ عمر يعني انا كمثال بسيط، انا رجل متقاعد خدمت 33 سنه والله العظيم، واني قدمت على التقاعد في سبيل اخلص من الشغلات اللي كانت تجيني على مود تواقيع الشغلات يعني ما موجوده. نعم. فقدمت على تقاعد وطلعت، طلعت تدري بيش 33 سنه طلعت ب 450 دينار، 450 الف بالشهر، الله شاهد علي. كل شهرين 900 الف دينار اخذ وعندي 16 نفر بالبيت. نعم. دعك مني، عوفك، اتركني بالله عني. هاي الملايين من الفقراء والمعتمدين بمعيشتهم على بسطيه. أو يفتشون حاويات القمامة لأجل شيء بسيط يسكتون به أطفالهم، هم فكروا بهم ولا خطروا على بالهم أساسا. أخي البرلمان والحكومة وكل المعممين فازين، وهم سبب دمار الدولة بأكملها وشعب بأكمله. المفروض من الشعب أن يقضي عليهم ويعيد هيبة الدولة ويعيد كرامته اللي سلبوها منها هذول الحفالة. نعم زين، هسه القرار إذا طبعا المؤشرات تدل على أنه سوف يتم إقراره، البرلمان يا أما يأخذ راتب تقاعدي مدى الحياة وإما يأخذ منصب في الحكومة القادمة، يعني هو ضامن وجوده في الحكومة، تم انتخابه أو لم يتم انتخابه؟ هو هذا اللي قدمه أستاذ عمر، هذا اللي قدمه للشعب. برلماني يطلع من الـ من الـ من البرلمان أو يرشح نفسه من جديد وينقبل أو ما ينقبل، ينتخبوا أو ما ينتخبوه، أي طلعوا تقاعد ينطوا 40 مليون دينار أو ينطوا منصب ثاني، زين حملت هاي الشهادات وينهم؟ نعم. ليش ما موجودين؟ ليش ما يعينوهم؟ ليش ما يخلوهم يقدمون؟ ليش ما يستلمون مناصب؟ الشهادات عليا استاذ عمر. نعم. الناس داحت بالشوارع وبس هذول موجودين بالعراق يا استاذ عمر، يعني العراق صار انتهى بعد ما دي احد، بس هالمجموعه هاي اللي موجوده يجيبوهم منا ويحطوهم منا، يطلعوهم من هالوزاره يحطوهم بهاي الوزاره، يجيبون هذا البرلمان يحطوه بفلان مكان، يعني شنو هالمهزله اللي عايشها الشعب هذا؟ شنو هالوضعيه؟ والله انا اتمنى بس شيء واحد استاذ عمر اذا تسمح لي. نعم. اتمنى يعني راح يصير نصب تذكاري الاشخاص اثنين او ثلاثه اذا يقومون بهالشيء هذا، وانا حكيتها سابقا. يعني فد اثنين او ثلاثه من الطيارين الشرفاء اللي يشرون انفسهم لله ويطلعون بطائراتهم يملوها صواريخ وعلى المنطقه الخضراء وعلى المرجعيه وينهوها نهائيا، والله راح ينصبوا لهم نصب تذكاريه ويقولون هذول اللي انقذوا 37 مليون من ناس حثاله اجت تحكم العراق. أبو ناصر من تركيا، طبعا دائما نشير بأن المتصل يدلي برأيه والقناة لا تتبنى الآراء. طبعا في رسالة أخرى يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أخي عمر، الرواتب العالية والخيالية والمغريات للنواب والوزراء لا شك أنها ثمن العمالة والسكوت على ما جرى للعراق والعراقيين. محمد الفارس يقول في رسالة أخرى: كلهم حرامية ويأكلون أموال الشعب مع بعض بعدما زرعوا الفتنة ما بين الشعب، لكن الله أكبر من الكل. طبعا احنا نتحدث عن البرلمان والتعمد في عدم اكتمال النصاب في قوانين وقرارات تخدم الشارع العراقي والشعب العراقي، بس تلقاهم يعني يكتمل النصاب عندما تكون القرارات متصلة ب مصالحهم كبرلمانيين، هذا واقع حال وتصريحات المسؤولين دائما تتحدث عن هذا الشيء. طبعا ربما المشاهدين يقول انه المثل اللي راح نضربه الان او المقطع اللي راح ناخذه لوزير بريطاني انسحب وقدم استقالته للحكومه بسبب تاخره لدقائق عن جلسه الاستجواب، ربما المشاهد يقول لك يعني هنا القياس لا يصح، ولكن يعني نقول الأمثال مثلا تضرب ولا تقاس. خلينا نأخذ المقطع في البداية لهذا الوزير البريطاني وبعدين نجي نتكلم عن هذا الموضوع. To Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter at the beginning of questions.
During the 5 years of which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should offer rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister. With immediate effect. I do apologize. شاهدنا هذا المقطع. طبعا اللورد مايكل بيتس يبلغ من العمر 56 عام بسبب تأخره لدقائق على استجواب أمام مجلس اللوردات البريطاني بشأن المساواة في الداخل دفع مسؤول آخر للإجابة عن السؤال كان يفترض أن يجيب عن اللورد مايكل بيتس. طبعا كما شاهدنا المقطع يعني يقول أنه أشعر بالعار لأني تأخرت هذه الدقائق ولم أجيب على تساؤل أحد أعضاء البرلمان وقدم استقالته لأن تأخر بضع دقائق. إحنا عندنا برلمانيين في البرلمان الحالي والله إحنا كإعلاميين ما نعرفهم ما معروفين يعني طلعوا بالفترة الأخيرة يعني يصرحون وتسأل منه هذا يقول لك والله هذا نائب برلماني عن الكتلة الفلانية يابا وين كان 4 سنوات ما يطلع على الشاشة وأغلب البرلمان كما معروف يا أما مجاز هو وعائلته برا هذا مسألة معروفة والمصادر في البرلمان وفي الحكومة تتحدث وإما أنه مثلا يجي وما يدخل جلسة البرلمان يظل قاعد بالكافتيريا كما يتحدث برلمانيين عن هذا الموضوع. يعني تخيل عزيزي المشاهد الجماعة يقول لك إحنا كنا معارضة في الخارج وكانوا في بريطانيا وغير بريطانيا لم يتعلموا أي شيء من هذه الدول. يعني هذا الوزير استقال بسبب تأخره لدقائق وكم من أيام وأشهر لم يقوم البرلماني في العراق بحضور جلسات البرلمان ولم يتم التصويت على قوانين تخدم المواطن العراقي الخريج العراقي العامل العراقي الفلاح العراقي فقط القوانين اللي تخدمهم. يعني ربما المشاهد راح يقول لك إنه بريطانيا وين وإحنا وين وين لعصار لكم 30 سنة 40 سنة أنتم بالخارج ما تعلمتوا أي شيء من هؤلاء. يعني مسألة غريبة والله مسألة عجيبة جدا يعني لا تعلمتوا احترام الوقت ولا تعلمتوا يعني احترام الإنسان والانفجارات في العاصمة بغداد وفي غيرها تصير ولا كأنه وتعقد الجلسات ولا يتم محاسبة لا وزير داخلية ولا وزير دفاع ولا قائد عسكري ولا مسؤول أمني ولا إلى آخره صفقات سياسية فقط لضمان البقاء في المنصب ولضمان بقاء الصفقات المالية والسياسية بين شركاء العملية السياسية. معنا اتصال عبد الله من البصرة. تفضل عبد الله. أيوه السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى قناة ثلاثة دين نور العين بك. والمشاهدين الكرام. أهلا بك عبد الله. هذا الوزير تأخر كم دقيقة قدم استقالته. الوزير بريطاني. نعم. نعم. أدري أستاذ عمر رحمه روح أبوك. يعني أنت تقيس الذهب بالنحاس. نعم. هاي الناس اللي شذهت إحنا هاي النحاس إبننا يا رجل يحبون النحاس. زين ماشي مهم يقول لك إحنا أحزاب إسلامية ونخاف الله وإلى إيه. آخره يعني ما شفنا أي شيء من أخلاق الإسلام عند الجماعة. يا أخي هذا استعملوه هذا مع اسم الإسلام ومعمم قاعد بالبرلمان معممين ما شنو هذا كله غطاء لجل شنو لجل يعني مثل ما تقول مناصبهم ونفوذهم بالسلطة ولجل المال. زين ولا واكو ناس خطيه يعني من المواطنين اداب بنيتهم على الله انا ما بيجي لك اخ هذا شوف هذا شلون هيجي وهذا يعني هذا الحكي ملينا منه صار هاي كم سنه الحكي باسم الاسلام وهاي القائمه باسم الاسلام العفو ويعني الشعب ترى هم انتبه من خلال مثل ما تقول اشاعه برامج تلفزيونيه هم الثقافه هم يصير عنده وعي بالنسبه لهذول يعني هم هذول ما حارين بروحهم وما حارين بهذا الشعب وما حامي بالناس الناجحة اللي قاعدة بهالبرد احنا سبي بيوتنا بردانين وعدنا صوبات وعدنا مدفعات من فضل الله لان هذول شلون فكيف هذول شلون يعني قاعدين بهالخيام وما حد يفكر بيهم يعني هم بدأ يفكرون بس ما اصموا يا اخي الشعب افتهمهم
لان مو الشعب هسه اذا يريد ينتخب ينتخب احسن واحد بالعراق وبالعالم، هو يروح ينتخب ينتخب حرف الاكس، هذا خوش انتخاب احسن احسن بكت الله يخلصنا من هذول يا اخي حرف الاكس هذا هو خوش، هو هذا المنقذ ولا ما يصير تعوف من القائمه. شنو يعني حرف الاي ابو عبد الله؟ اكس الاكس الاكس يعني علامه الاكس الفي. ها اكس نعم اكس اي اسقطها القائمه، هذا خوش يعني هذا شيء مفيد بالنسبه للشعب، هذا المنقذ يعني شو يسوي؟ دائما تحط صح ويطلع صح خطا دائما يعني هم يعني سموا واحد يباوع لاخهم متوزين وقاعدين ويجتمعون ويجيبوا قدام الدول والاعلام مالهم عليهم كله في سبيل معاربهم مو في سبيل الشعب يا اخي زين ولا هم كلمه زين. اربع سنوات اربع سنوات بقالها يعني راح تخلص بعد 100 يوم، ايش قدم البرلمان؟ ايش قدم البرلمان؟ والله قدم يعني انت برايك من محافظه البصره ايش قدم البرلمان ل خلينا نقول مثلا محافظه البصره، معروف محافظه البصره كيف انها محافظه مظلومه كباقي المحافظات، ايش قدم البرلمان من قانون يخدم المواطن البصري؟ قدم لنا ماجد النصراوي، ماجد النصراوي اللي جنسيته استراليه، نعم النصراوي اللي طلع هذا على جسر الفلكه على جسر الفيحاء، هذا قدموا لنا وش قد مثله بالالاف، وقدموا المساف للشعب وقدموا التهجير للشعب وقدموا القتل للشعب وباقت عصاباتهم واحزابهم، هم ليش ما حد يدري بيهم؟ الناس بس ما تقدر تحكي يا اخي، بس واحد يحكي يقتلونه ما يبقى دقيقه، بس خبروا عليه عندهم هواي مثل ما تقول تعرف على حسب ما نقول شماشمة وهذول وكلاء عندهم، هذول هم بهاي الوضعيه مسيطرين على هذا الشعب الفقير. نعم. اللي اسلوا هسه 4000 4 ملايين برميل يوميه، لو كل برميل دولار هم 4 ملايين دولار بالشهر هم يوصلون على الفقر. كل برميل دولار دولار كل قيمته دولار. ها زين ولا يعني ما اعرف هم هاي يسوونها اعمر بها في الصفحه اسوي بها في الصفحه هسه ثاني الدول مانحه الدول مانحه شلون تامن بيهم؟ نعم. يقول لك اذا هم عندهم مئات المليارات ما بنوا العراق، هسه بلشوا العراق احنا نتبرع لهم يبنونه؟ لا والله ولا يبنونه ولا ابد. هم ما تفليش الجو اجوا ما قتل ما تهجير نعم. هم دول الجو زين. عبد الله اليوم واحد مقرب من حيدر العبادي سياسي يقول قانون العفو اكو قانون العفو شمل شخصيات سياسيه متورطه بسرقه اموال تصل الى 500 مليون دولار، يعني اللي بايق اكثر من 500 ربما راح يحاسبه، واللي بايق من 500 وجوه لا هذا يشمل العفو، شنو رايك؟ والله هذا خوش عفو، اول ما يشمل صاحبهم هذا ابو حزب الدعوه عبد الجزار السوداني ابو 5 مليارات هذا باقي التجاره وخلى الناس بدون تمن وبدون اكل وبدون كل شيء، هذا اول واحد هذا صاحبهم طبعا اسمته شرطه الانتربول وتالي ما تالي هسه راح يعفون عليه لان 5 مليارات ما شمله بس من ال 500 مليون وجوه نص مليار هذا يشمله العفو. هي هاي هم المن سووا عفو هاي الناس اللي الصقلاويه اللي خذوها قتلوها ودفنوها، العفو اللي صار لهم 12 و14 سنه اللي كل شيء ما مسوي لحد ما محاكم هو هذا العفو بس لهم من حزب الدعوه، هذا حزب الدعوه العميل هو هذا هو بس لهم الله شاهد كل الناس قاعد تشوف وهذا كل الاعلام بس لهم زين ولا نعم وانت تشوف والناس هاي كلها تشوف. واشكرك على شكرا عبد الله من البصره. ابو عبد الله من لندن، ابو عبد الله بما انه انت من لندن يعني اعطينا رايك بالله تقديم استقاله اللورد مايكل بيتس، طبعا الحكومه رفضت هذه الاستقاله واعتبرتها انه لم تكن ضروريه. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله وبركاته. السلام ورحمه الله. اخي عمر انا اعطيك نعم اعطيك توني بلير والمجرم مع جورج بوش لما اتخذ القرار الحرب، طبعا سالوا توني بلير قالوا أين الحرية للشعب العراقي وين الديمقراطية، فتوني بلير قال يعني محرج أمام الصحفيين قال أيام صدام حسين ما كان هناك إنترنت إحنا جلبنا إلى العراق إنترنت. فأنا سؤالي هل هؤلاء الملايين من الشعب العراقي اللي هجر وقتل هل يعني إنترنت؟ إذا تسأل أي أب أو أي أم أو أي شاب أمك أو ابنك أو طفلك هل يعني يسوى انترنت راح يقول لك ابي وامي ابني يسوى الدنيا وما فيها. فاخي يعني هناك تناقض، نعم البرلمان العراقي عفوا البرلمان البريطاني عندما اتخذوا قرار الحرب على العراق يعني جاء في تقرير شالكوت
انه كانت خطا جسيم عندما غزوا العراق. فيعني ايش جلبوا لنا؟ البرلمان العراقي الان، البرلمان العراقي كلهم يعني مالكي على قناتكم الموقره شخصيا يقول احنا كلنا فاسدين ويجب ان لا يكون لنا دور في العمليه السياسيه القادمه. يعني من جاب لنا هذه الحكومه الفاسده؟ بريطانيا وامريكا، صح ولا لا؟ من الذي تسبب في كل هذا الدمار والفساد؟ فجابوا لنا طائفيين. يعني انت شفنا قبل اسابيع الميليشيات تستحوذ على مسجد في مدينه الشعب ويحولها الى حسينيه. نعم. يعني والحسينيه محلات بالشيخ عمر. نعم، محلات كذلك في الشيخ عمر تابعه الى الوقف السني، جايين ميليشيات يقول لهم لا ادفعوا لنا، احنا جماعه الوقف الشيعي. يا اخي الكريم، احنا هذه مصيبه كارثه. يعني الطائفين من جلبهم؟ من السبب؟ لا، هي يعني الحكومه وينها طبعا. يعني يقول لك انه هذول جماعه مزورين كتاب، على اساس جماعه الشيخ عمر مزورين كتاب وكذا، هم ميليشيات. والبارحه يعني نفس الموضوع، ملعب بمنطقه البلديات ببغداد، جايين الميليشيات دا ياخذوه ملعب حتى يتقاسموا بيناتهم، يسووا لهم بيوت. تخيل ملعب مال كره قدم. نعم نعم اخي عمر، احنا عندما نقول من السبب، من الذي تسبب؟ طبعا من جلب هؤلاء؟ يعني بريطانيا هو هذا البرلماني يقدم استقاله بس يتاخر، لكن لماذا جلبوا لنا هالمجرمين؟ من اين جمعوهم؟ من تسبب؟ امام عمر تساؤل في محله. نعم نعم اخي، تساؤل في محله، كلامك صحيح. نعم اخي عمر، نحن اذا كمسلمين، احنا اذا قرانا سيره امير المؤمنين، لماذا يحاربون امام عمر؟ لماذا هذا سب وشتم امام عمر؟ عندما تقرا عن سيره امام عمر كان يبكي عندما يرى الطفل يبكي، فقط عندما يرى الطفل يبكي يقول لعله يبكي من ظلم عمر، وكان صار في وقته قحط وجوع، والله قال لبطني لن تذوق اللحم، لن تذوق اللحم. عمي احنا نريد يتعلمون، ما نريد نرجع يعني للائمه والصحابه، نريد يتعلمون شويه من الناس اللي كانوا عايشين وياهم ومحصلين جناس من بلدهم، اللي 30 سنه واللي 35 سنه عايش ببريطانيا وباوروبا وبغير مكان، ما تعلموا شيء. يا اخي عمر، انت سافر الى ماليزيا، شوف سنغافوره، شوف الى دول افريقيه، شوف التطور. احنا دوله غنيه جدا، تحتنا ذهب بترول، عندنا كل الخيرات، عندنا نهرين. تعال شوف ماليزيا، سافر شوف اندونيسيا او شوف سنغافوره، شوف دول افريقيا كيف يتطور. مثل ما قلت، هذا دمروا العراق، وياتي خيز الخزعلي يقول هؤلاء الاحفاد من اولئك الاجداد. طيب انت جدك شنو؟ هل كان انت يعني الخزعلي، هل لا. انت جدك كان امام حسين، تربط نفسك عقائديا بامام حسين، هل امام حسين كان ظالم؟ هل امام حسين كان يلطم على راسه 24 ساعه؟ هل امام حسين كان يسرق؟ هل امام حسين كان فاسد؟ بعدين انتم تطلعون يقول اذا كانوا كلهم يعني يسرقون، شهاده الفساد من وين؟ أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن، كان معنا. أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. يقول تحية لك أستاذ عمر، التسابق نحو مقاعد البرلمان في الانتخابات ليس لخدمة البلد وتحسين وضع العراقيين المعيشي والخدمي، ولكن كل حزب حريص على أن يكون أتباعه في البرلمان لكي يسمح لوزرائه بسرقة ما يمكن سرقته خلال المرحلة المقبلة، والتفاضل هنا يكون على حساب المصلحة لا على حساب الكفاءة والنزاهة. لذلك نرى ديمومة بالفساد وعدم محاسبة أي سارق، لأنه مسنود ومدعوم من كتلة تمنع إجراء محاسبة لأتباعها، والكتل فيما بينها متفقة على أن يغض الطرف عن أتباعه من قبل الآخر لتغض هي الطرف عن الآخرين. في رسالة أخرى يقول الحرب على العراق حرب كلها
من أطراف تريد زعزعة الاستقرار وأيضا الحكومات المتعاقبة من أتى بها إيران وأمريكا وميليشيات إيران أتت بها وسيطرت على المناطق السنية من قبل الميليشيات هم سبب تغيير الديمغرافية يقول فيها لن نرضى بهم أبدا لذلك يجب الثورة عليهم لقلعهم مبروك من الإمارات. في رسالة أخرى يقول يعني رسالة طويلة صراحة لا وقت البرنامج لا يسمح. اليوم تحدثنا عن 100 يوم باقي للبرلمان، عشرات القرارات التي تصب في مصلحة المواطن على أساس لن يتم التصويت عليها، فقط 3 قرارات كما طبعا تشير مصادر في داخل البرلمان هي قانون الانتخابات وقانون يضمن الراتب التقاعدي أو منصب في الحكومة القادمة للبرلمانيين الحاليين وقانون الموازنة العامة الذي أثار الكثير من الجدل حول هذا الموضوع. وتحدثنا كذلك بأن هناك يعني عمليات ابتزاز كبيرة تمارس من قبل أعضاء في مجلس النواب والمجالس المحلية للحصول على وثائق دراسية بصورة غير قانونية أثناء توليهم المنصب. وكذلك تحدثنا عن موضوع وهو أن سياسي مقرب من حيدر العبادي يقول بأن مراحل الفساد وصلت إلى مراحل جدا خطيرة بسبب شمول سياسيين بقانون العفو. هذا القانون يقول يعني شمل شخصيات سياسية متنفذة سرقت من العراق من 400 مليون إلى 500 مليون دولار، من 400 مليون إلى 500 مليون دولار. سلطنا الضوء في هذه الحلقة حول هذا الموضوع. نلقاكم إن شاء الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة يوم غد من قناة الرافدين وفي برنامجكم برنامج صوتكم. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.